معنا هاتفيا مشاهدينا من بغداد السيد العميد ركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. مرحبا بك سيد العميد ركن خليل الطائي. إذا نبدأ من مركز الأبحاث الاستراتيجي الأمريكي الذي أعلن أن العراق في صدارة الدول الأكثر تعرضا للإرهاب، كيف تعلق على هذا الإعلان؟ حياك الله أخي أستاذ نصير. وحياك أخي. العراق اليوم بات ميدان رمي لجميع الرايات والأسلحة والجهات المختلفة الأنواع والمختلفة المشارب. اليوم من جعل العراق ساحة للإرهاب هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق عام 2003 ومهدت الساحة جغرافيا وعسكريا لظهور مجاميع مسلحة ميليشياوية الأصل متعددة الآباء ولاء إيراني تام. إذا من أوجد الإرهاب هي الولايات المتحدة. لذلك كل ما يحدث، كل ما حدث ويحدث بعد عام 2003 ليومنا هذا، المسؤول الأول والأخير هو عن أمريكا. نعم العراق أصبح ساحة كبيرة للإرهاب. اليوم الإرهاب متنوع، اليوم تقع الجريمة والمجرم متعدد. اليوم لا يعرف العراقي من هو الذي يستهدفه، الميليشيات أم جهات أخرى أم إيران أم دول أقليمية أو دول كبرى. الجميع اليوم يحاول أن يوظف الملف الأمني في العراق لغرض خدمة مشروعه المستقبلي في العراق الذي ينطلق إلى المنطقة. لذلك من المؤكد أن يتصدر العراق قائمة الأكثر دول إرهاباً. اليوم العراق ساحة مفتوحة وهي حاضنة تجمع الإرهاب بمختلف أنواعه. هي الآن تستقطب جميع الميليشيات والمجرمين. اليوم نشاهد عندما يأتي أبو مهندس مهدي المهندس المطلوب دوليا ويسكن في المنطقة الخضراء جوار السفارة الأمريكية وهو يعد إرهابي من الدرجة الأولى ومطلوب من قبل الانتربول، بالتأكيد هكذا نوعيات تمهد لنشوء ساحة إرهابية في العراق. ربما استمعت إلى تصريح صالح المطلق الذي قال إن إيران تعمل على جعل ميليشيا الحشد أقوى من الجيش، وقد حدث ذلك واقعا. ما هدف إيران من ذلك وأين تقف حكومة العبادي من كل ذلك؟ أخي بداية هذا التصريح من حيث قائله وهو لا يتعدى الغاية الانتخابية القادمة. أما من حيث الواقع نعم أخي، اليوم يعني إيران لديها مشروع في العراق والمنطقة الذي ينطلق من العراق. وفق هذا المشروع بنت استراتيجيات التوسعية. ميليشيا الحشد اليوم يمثل الولي الفقيه في العراقية، كذلك الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، وهي تسعى الآن إيران لإنشاء أيضا حرس ثوري في سوريا. لذلك إيران استطاعت أن تحول هذه الدول ومن مقدمتها العراق إلى مناطق نفوذ تابعة لها عن طريق تجهيز وتسليع وتدريب هذه الميليشيات مقدمتها ميليشيا الحشد بشكل مباشر عن طريق جنرالات الحرس الثوري الإيراني. اليوم لا أن يستطيع أي جهة أن تقترب من هذه القوة الميليشياوية النارية السائبة في العراق. وجميعنا يتذكر تصريح أبو مهدي المهندس من طهران عندما قال لا توجد السلطة في العراق لها القدرة على حل الحشد بمقيم رئيس الوزراء. إذا اليوم لا يستطيع رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أن يتقاطع مع هذه القوة الهائلة التسليحية للحشد، لأنهم يدركون أن الصدام مع الحشد يعني مواجهة إيران وهذا يعني الانتحار. في ظل هذا الحديث هناك أنباء أكدت أن شركة أبرامز أعلنت وقف أعمال صيانة دباباتها في العراق وهددت بالانسحاب النهائي، كيف تعلق على هذا القرار؟ أخي هذه الشركة هي تصريحها جاء بناء على نتيجة نقض أحد أطراف الحكومة العراقية ببنود العقد. بنود العقد أنه يتم تسليح الأبرام فقط للجيش، ما يسمى بالجيش العراقي. ولكن جميعنا يعرف أنه السلطة في العراق هي بيد قادة وزعامات الإرهاب اللي هم ميليشيا الحشد. إذا عندما سارت سائرة هذه الشركة وهي عندما استخدمت ميليشيا الحشد إحدى هذه الدبابات الأمراض في معارك غرب الأنبار الأخيرة في القائم وراوعانة، وقفت مشروع الإدامة والتصليح لهذه الدبابات الأبرامز الأمريكية. ولكن هناك نقطة مهمة أخي الكريم، هي ليس العلة في من يقود هذه الدبابة، ولكن المشكلة الرئيسية هو من يوظفها ويوجهها.
جميعنا يعرف انه هذه دفاتر الابرام تم توظيفها واستفاده منها في معارك سياسي وتدمير المدينه بالكامل. اذا هي ليست المشكله في هذه الشركه ان توقف ولا توقف، علما ان الابرام هذه الكبيره اللي 63 طن بمدفع 120 مليم، امريكا كانت تشاهدها كيف توظفها ميليشيا العدل في الحروب السابقه. فالمشكله اخي الكريم نعم، امريكا موافقه على سياسه حكومه بغداد تزويد هذه الميليشيات بدبابات الامرار. شكرا جزيلا لك سيد العميد ركن خليل طايم، مستشار مركز الامه للدراسات والتطوير للشؤون العسكريه والامنيه.